معنا مرزوق على الخط، تفضل مرزوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله، تفضل. عندي سؤال يا شيخ عبد الله. تفضل. صليت صلاة المغرب أولا. وأنا مسافر. وأقامتي تبعد عني يمكن تقريبا 20 كيلو أو أقل، هل أنا أصلي صلاة العشاء ولا أواصل طريقي وأجمع؟ طيب، واضح السؤال. كلاهما جائز، إن جمعت فهو جائز، وإن صليت المغرب في وقتها وإذا وصلت إلى البلد بلدك تصلي العشاء في وقتها فهذا أحسن. نعم.